حققت العديد من المسلسلات نجاح بارز خلال الموسم الدرامي الرمضاني هالسنة، وتواصل موقع الفن مع الإعلامية المصرية بسمة وهبي لنعرف مين برأيها تميز أكثر بالدراما المصرية كمتابعة مراقبة ضمن نطاق عملها. فمين اختارت كأفضل ممثل وأفضل ممثلة؟ الفنان كريم عبد العزيز، فنانة منى زكي في لعبة نيوتن. أما بالنسبة للأعمال الدرامية اختارت بدون تردد هالعمل، وهو عمل درامي لاختيار اتنين مفيش كلام. وبالنهاية منقول أنه أكيد رأيكم بيبقى الأساس لكل الأعمال والمسلسلات، خصوصا بالدراما المصرية لأنه فيها غزارة بالأعمال كل سنة. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.